مدام وفاء عمل النهارده تجربه جديده خانت يولا، فيلم جديد علينا كلنا تعبنا فيها والمخرج والممثلين ما ادخروش جهد عشان تطلع كويس. فيلم تشويق رعب، وفاء عامر اول مره تعمل اشكال دي من النوعيه دي من الافلام؟ لا انا لسه هعمل حاجات كتير، انا لسه عندي طاقه لسه ما طلعتش. سؤال بقى، انا عايزاكي تقولي لي بس رد على الترند بتاع البنت اللي اتصورت في الهرم الموديل، عايزه رد حضرتك. عادي، انتوا ده تفاهه ان احنا نقعد نتكلم على حاجه تافهه زي دي. البنت اللي اتصورت دي في كتير زيها بيتصور، ده الهرم، الهرم لا يتأثر.